ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من مقر جامعة الدول العربية. محمود، بعد التحية، ضعنا في آخر التطورات لديك. نعم، منذ قليل التقى المبعوث السوداني والمبعوث لدى مجلس السيادة السوداني بالسيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وهذا اللقاء عقب لقاء المصري السفير سامح شكري، وفي انتظار بالطبع يكون هناك مجلس السيادة السوداني ليتحدث عما دار في هذا اللقاء، خاصة بعد الرسالة الشفهية التي يعني نقلها للسفير سامح شكري عن الفريق عبد الفتاح البرهان لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينقل فيها الوضع في السودان وللأزمة الحاصلة في السودان منذ أكثر من أسبوعين، والتي أيضا وجه فيها الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولأجهزة الدولة المصرية على حسن استضافة السودانيين وتقديم كل الرعاية لهم. وفي هذه النقطة تحديدا أكد السفير سامح شكري على أن يعني توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل أجهزة الدولة بتقديم أكبر قدر من الرعاية للسودانيين وللأشقاء في السودان. ثم تطرق الأمر أيضا إلى ما يتعلق بجهود مصر نحو وقف إطلاق النار في السودان. أكد سامح شكري خلال اللقاء أيضا على مواصلة مصر جهودها مع وزراء الخارجية في كل الدول الإقليمية والدولية للعمل على وقف إطلاق النار وضرورة وقف النزاع والأزمة الحاصلة في السودان ليعني احتقان وأيضا لحقن دماء السودانيين. بالفعل هي جهود كبيرة، وسنتابع المزيد لديك مرة أخرى على مدار اليوم. شكرا لك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مقر جامعة الدول العربية.